ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صاب العمالي. ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وإنت، بقلبك محلي وجوا قلبي إنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا عندك وصة كبيرة بالسفارة، فيزا ما أخذت يومين. هاي شغلتي، طلباتي بتمشي بسرعة. طلباتك بتمشي بسرعة كتير، هذا شيء واضح. شربت أمنا حالي إني أجي لهون، ما قدرت. شربت انساك وانسى النهار اللي تعرفت فيه عليك، كمان ما قدرت. شربت انسى انك فتت على حياتي من الاساس، ما عم بقدر اياد ما عم بقدر. خلص كأنه خلص صار عندك مطرح كتير كبير بقلبي وبحياتي. كان صار سنين بعرفك. كتير قصص لك اياها، ما بدي احس حالي ضعيفة ومهزومة. ولا مرة الحب يخلينا ضعاف. الحب
لك وينك انت يا زلمة؟ وينك؟ ليه ما بترد علي؟ صار لي كل نهار عم بحكي معك. لك روق رامي، شو بك فجرت فيي هيك؟ كنت مشغول كل النهار وما قدرت ارد عليك. بدي احكي معك صار لي كل النهار وانت ما عم ترد علي. لك بدي فش خلقي يا زلمة، مخنوق وهون ما في حدا حوالي. خير، في شيء جديد عن خيك يا زن؟ في مجموعة التقطوا على الحدود وهربوا من الحجز. الشرطة اليونانية قوصت عليهم. في جرحى ويمكن يكون في قتلى. واحد من الشباب دبر تليفونه وحكى مع اخوه. انا ما بعرف اذا يزن معهم ولا لا. رح اجن يا زلمه. رح اجن، ما عم بعرف شو بيساوي. عم فكر احمل حالي وسافر لعنده واسال هنيك. طب بتعرف وين تروح على المزبوط؟ ما بعرف شيء احمد، ما بعرف شيء. لو بعرف كنت صرت هنيك هلا. طب روق شوي، حالتك هيك ما بتفيدك ولا بتفيد خيك يا زلمه. بس رغم كل هالمأساة في نكتة كتير حلوة بدي احكي لك اياها وبتغير جو. ايوه هات لنشوف، خبرنا. يا سيدي جنى واياد رح يتجوزوا بعد اسبوعين. بشرفك حلوة. لا تقلي حلوة كتير بتضحك. لك شو بك ساكت؟ لك ليه ما عم تضحك؟ بشرفك في نكتة بتضحك اكثر من هيك. روق رامي بشرفك، روق ما بدك كل هالقد. ولك كيف بدي روق يا زلمة؟ بشرفك بشرفك، بس قلي كيف بدي روق؟ كيف؟ تعال احكي لك قصتي يا ابو حميد. انا درست وتعبت وتخرجت من الجامعة وطلعت على لندن وما سددت امتى وظفوني هنيك وظبطت اموري بكل شيء على 24. رحت تيست وحبيت بنت اسمها جنى. ليش؟ ما حدا بيعرف. روح واجي جنى. جنى وجنى. طلعت جنى مصاحبة واحد تاني وعايشة معه. واحد أناني وما بيحبها. وأنا كنت مراهن إنه هي في يوم من الأيام رح تكتشف إنه هاد الزلمة أناني ومو خرج تعطيك لحياتها. أهم شو يا أبو حميد حزير شو؟ طلعت جنى مثلها مثل كل هالنسوان. ما بيهمها الحب والإخلاص، لا. بيهمها المنصب والمصاري وبس. لا هيك صرت عم بتزيدها كتير رامي، ما ملاحظ على حالك؟ ولك كيف عم زيدها يا زلمة؟ كيف بس فهمني كيف؟ لك ما هو راح خانة قدام عيونها. أنا وياها شفناه مع صاحبته بالأوتيل. كانت بتهجم تفضحهم، أنا اللي وقفتها، أنا الحمار اللي وقفتها، قلت لها ما في داعي تنزلي حالك لهذا المستوى. شو استفدت بالأخير؟ قلي لشوف شو استفدت. أنا خسرت كل شيء يا أحمد. خسرت كل شيء. خسرت شغلي. خسرت منصبي. خسرت جنى. خسرت بلدي. خسرت بيتي اللي هبط. والجيران. ورفقاتي بالحارة. كل ذكرياتنا الحلوة. يمكن كون خسرت أخي الصغير. كان يموت علي. ولكني هلا قاعد بالأوتيل. ضيف تقيل. وحيد. ما في حدا أحكي معه. خلص أحمد، أنا رح أسكر وبرجع بحكي معك بعدين. ليش؟ شو ليش؟ بدي اخذك مشوار. بديت بتمنى بس. ليش انت بتقدر؟ طبعا بقدر. انت ضيفتي، اقل مني انه دللك شوي.
حبيبي. حبيبي أنا لسه ما خلصت مشاكلي هون، أنتي نامي لا تنطريني، أنا بدي شي ساعتين ثلاثة بس إشي بوعيك أنا بفيك. أوكي بحبك أنا. أوكي حبيبي وعيني بس تجي تبع حالك. شو فيه؟ شو بدك؟ لا ماشي، بس كان بدي اشوف زاتينا حكيتك. نديم صرت قلت لك مليون مرة انه تينا طلعت على الجبل مع اصحابها وما رح تحكينا الليلة. اها خير، شو بعد بدك؟ في نام هون حطك بتخد حس حالي وحيد كتير. لا نديم ما فيك، ما تخاف هالقد من الوحدة. هلأ هي بتخوف وبتمنعك تنام، سألني إلي بس إلا ما تلاقي طريقة تغمض عيونك وتخفى. جرب عشلك شي ليلة من هالليالي اللي صار لسنين عيشته. ما رح تسامحيني ما هيك؟ ما بعرف، كتير بكير على هالحكي. ما رح تسامحيني؟ تصبح على خير. صوتها كتير. رامي بشرفك رد علي، مشغول بالي عليك وعلى يزن. طيب إذا ما بدك تطمني عليك على القليل طمني عن يزن، ما تكون هالقد قاسي علي بليز رامي بليز. شبيك مش مصدق انه نحن هون، مش مصدق انه انا معك هون لوحدنا، انه مش مضطرين نتكذب على حدا ونسكر خطوطنا ونلاقي 100 حجه و100 تبرير لحتى يصدقونا. عن جد كنا عايشين كل هاد
بس شفتي شلون ضلينا مصرين انه نشوف بعض؟ شفت؟ اصلا انا ولا مرة حبيت بسر، ولا مرة اضطريت اني كذب على حدا، ولا مرة خفت من حدا اصلا. ايه قلتي لي اول ما تعرفنا على بعض انه اول مرة بتحبي اثنين. اصلا ولا مرة حبيت اثنين، انه انا اول ما حسيت اني عم بحبك من قبل صار لي كان فترة عم بحس جواتي انه انا بطلت حبه لوسام. اول احلى ولا مرة حبيته. دايما نحكي شيء اليوم ممكن يضايقنا، تعي نحكي عنا نحن وبس. ماما والبابا مفكريني اني بجبل. عم تمزحي؟ مفكريني بشي جبل مع اصحابي عند ويكند. تعي. دي بدك تعي؟ اسمعي لقلك، هون هيدي البلاد فينك تعمل فيها شو ما بدك وما حدا بيطلع بحدا. هلا إذا كتير خشانة فينك تاخديها بسرعة. يلا تعي 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 بسرعة. تأخرت حبيبي. ليه بعدك وهي؟ شو الأخفادي باشية؟ لا بس أنت قلت لي إنك مسرب لهون وتأخرت، وجربت كتير أحكيك على التليفون كان خطك مسكر. ما فهمت ليه بعدك وهي؟ قلت لك ليه؟ لأني خايفة عليك. خايفة علي؟ بعرف إنك مش منيح، وبعرف إنك عم تمرق بفترة صعبة، بس بعرف كمان إنه طول عمرك قدام المشاكل قبضاي وبتحلها بإرادة قوية. أنا عن جد خايفة عليك هالمرة لأنك أضعف من كل مرة. هالمرة المصيبة كتير كبيرة عليك وما عم تقدر تقطعها. عن جد خايفة علي؟ أكيد يا حبيبي. حلو حلو كتير. كنت بفتكر انك بتخافي على فادي وبس، لدرجه انه كنت فكر هددك بالانتحار او اعمل حالي عم انتحر مثل ما هو بيعمل. بركي بتخافي علي شوي وبتهتمي فيي. بس هذا حكي بلا طعمه. خيك عن جد مريض، ولا مره جرب يعمل حاله انه عم ينتحر. ايوه قلب الحديث على فادي. بتعرفي شو امي، انا تعبان ونفسيتي بالارض، مع بالي باخر هالليل ناقش نفسية فادي ومرضه انا وياك. فوتي نامي حبيبتي، فادي رح يعيش اكثر مني ومنك، رح يقبرنا كلنا، يورثنا وهو عم بهددنا بالانتحار. انا فايتني بوضة جنى، معني مش طايقة. بس ما بنكر مشتاقة كتير. خليك اياد بلي اسمع طفل وتتركني اياد. بس يا خلاص بكره بجي لعندك بقضي كل النهار والليل. من جد؟ ايه رح اقول لهم اني مشغول كتير واجي لعندك ونختفي. تقول؟ لمين بدك تقول؟ شو لمين بدي اقول يعني؟ شو وضع جنن؟ شو وضعك انت وياها؟ أنا وجنى بعاد، لسه بعاد يعني،
عندي إحساس إنه شوي شوي قصتنا هيك عم تخلص. عم تخلص؟ ليش بعد ما خلصت أصلاً؟ بعدين ليش بدك تعطي جنى حجج وين بتكون بالليل وبالنهار وين وكيف؟ ليه؟ لا بس أنا ما عم بحكي عن جنى. عن مين؟ ما تقلي عن زينة. أنا زينة بدها حجج تعرف أنت وين بتكون؟ إيه أكيد زينة بدها حجج. ما بدها تعرف وين أبوها؟ بكرة بجي لعندك الصبح. بس أنتي ما تفيقي، أنا رح فيقك. نفطر سوا. أوكي؟ أوكي. راح أنت وبكرة بشوفك. أنت زعلي. بكرة بشوفك. ما فيني خبرك ضغط الشغل وكم الشغل اللي كنت فيه اليوم، مشان هيك تأخرت. ما بعرف، رغم انه كل واحد يعني بشغلته كتير منيح وشاطر، بس فجأة بتلاقي تفاصيل ما حدا بيعرف يحلها غيرك. أكيد يا قلبي، ما حدا رح يهتم بشغلك مثلك. معك حق حبيبي، بس أنا بكرة كمان عندي نفس الشيء، شغل من الصبح لبالليل واجتماعات ومشاوير كله بالسيارة. معلش حبيبي، ما تعتلام، شوي شوي كله بينحل. هلا ما في شيء شوي شوي، انت بتعرفي انه هذا شغل، الواحد لازم يهتم بشغله وينتبه عليه. بعدين لا تنسي بعد بكرة حفلة زينة ولازم نحضر لها كتير منيح. ماني نسي، بس كمان انت ما تنسى انه من بعد ما نتجوز رح تاخد بريك طويلة، يعني اكيد مالك السياحة رح يعمل شهر عسل مع مرته غير شكل، صح؟ صح. من هون لوقت انا رح اكون جاهز ورح سلمك حالي. مش لوقتها، هلا. سهلا مدام، شرفتونا. عيدوها. تعا ولا محمود، تعا تعا. ليش كاتبين دكانة شريفة؟ أنا ما قلت بدي إياها ميني ماركة شريفة. معك حق عمتي، قلنا له الخطاط بس كتبها دكانة. تكرم عيونك، بس صير معي مصاري رح أغيرها وأكتب ميني ماركة شريفة. فرد مرة أكتبها سوبر ماركة شريفة. تكرم عيونك. ظراف هالبيت الجنة. صحيح عمتي. شو؟ وينه مجد؟ مو على أساس بيجي لهون يساعدنا؟ ولك هلا بروح بفيقه. إيه. عمتي؟ إيه. بدك تعملي لنا حلوة ضيافة. وليش بقى ضيافة؟ نحن منبيع ما منضيف. أولاً مشان المحل. إيه. الزباين تجي لعنا. ثانياً سامي حبلة بدنا نحتفل بالمولود الجديد. هلا صرت بدك تضيف يا محمود. ما كنت بدك تتخلص منه يا ابني. معك حق يا بي. شو نعمل؟ الجوع كافر. ايه على قولة زياد الرحباني، أنا مش كافر بس الفقر كافر. بس إن شاء الله بيقبرني إياد وبيطلع على قبري. قديش مصاري طلعت خير علينا؟ إيه ما عم نلحق شغل بهالدكان. وأنا عم أقول إذا ضل الشغل هيك ماشي وإذا مزبوط هالعريس ما عاد بده زهرة، معناته أكيد أكيد أهلها بدهم يجوا لعنا ويترجونا مشان ناخذها لمجد. الله يسمع منك يا عمتي. وليش لا؟ إيه أهلا وسهلا فيها، الحلويات موجودة والضيافة غير شكل. والله اشتقنا للأعراس يا أبو محمود، اشتقنا للفرح، اشتقنا للبصر، اشتقنا للزلغطة، اشتقنا للرقص، اشتقنا للغنى، اشتقنا يا حلو. والله اشتقنا، صار لك زمان مفارقنا. هيك اتحاق اتحاق اتحاق.
دنيا دنيا يا شريفة. الحمد لله رب العالمين. تفضلوا على راسك. تفضلوا. الحمد لله. أنت بتحب المكدوس؟ اليوم رح أقدم طلب التقاعد من الشغل. وليه مستعجل تبقى بالبيت؟ متضايقة فيي؟ لا أبدا، بدي كرمالك. عم بستغرب لأنه أنت ما بتطيق تقعد يومين ورا بعضهم بالبيت. هيدا كان قبل، هلا صرت حبي كتير. إيه منيح. بعدين مين قال لك رح اقعد بالبيت؟ عبالي اعمل كل شيء ما قدرت اعمله من قبل. عبالي اعيش هالعمر هيك بحيويه. عبالي امشي كل يوم ساعتين على شط البحر او بالجبل. عبالي اعمل سبور بالنادي 3 مرات بالجمعه. مو هيك معك حق. هيك بيعملوا برا بالدول المتحضره. بياخذوا تقاعد وساعتها بتبلش حياته. مزبوط. رح جيب تعويضي واسمعوا علينا انا وياكي وتينا. انا ما بدي شيء. ولو ليش لا؟ ولاقي هيدا تعبك من حق تينا وحقك. انا ما لي في شيء. شو هالحكي هيدا؟ انت مرتي. مش مزبوط. انا بطلت مرتك. مش انت هيك طلبت مني وطلبت مني انه نكون اصحاب؟ فالاصحاب ما بيقدروا ياخذوا تعويض من بعضهم. أنا عبالي صليح، بس واضح إنك حاد علي كتير، ما بقى في مجال للصلح. اللي يشوف هبلك مع السمكة اللي بتعمله ده ما يقولش انك هتعمل عملية خطر. شو ناوي تعمل بعدين؟ جرب استوعب وحلل شو عم بتخطط. ما عم بفهم الموضوع. يعني مش محتاج مجهود يا ابو المفهومية. هاخد الفلوس اعمل بيها مشروع واحاول ارجع لجنة تاني وابدأ بداية جديدة سهلة يعني. وأنا فكرك أنا ما عرفت إنك سرقت المصرية تبع أول ضربية. بسم الله ما شاء الله عليك وعلى ذكائك. الطفل المعجزة. ما تقلقش المرة دي فلوسك هتوصلك على هدايا رمالين. بس اللي أنا بقى نفسي أفهمه، أنت هتعمل بفلوس دي إيه طالما أنت عايز تموت نفسك؟ مش فاهمك. تعطيهم لأهلي، توزع على أمي وبيي كرمال بس يصرفون يدعولي. بدي أعطي شوي لزوزو. زوزو؟ زوزو دي مخزنة فلوس على قلبها قد كده بس ما بتبينش. أنا مش رح شارك بهالعملية إلا إذا ضمنت لي رح ياخد دفع على حسابي، والنص التاني بياخده بعد التنفيذ. تمام تمام. اصطبح بقى وقول يا صبح عشان ما تعصبش عليك. تروح بتقول لجماعتك انا مستعد اعمل اللي بدهم اياه، مستعد موت ما عندي مشكل، بس بدي دفع على حساب بالاول. I
معناها زينة بكرة كل نهار بروفات ما؟ مزبوط، وأنا رح أمره أخذها أتغدى أنا وياها بالمول وبعدين برجعها على المسرح. بتلاقينا هونيك ما تتأخر أوكي؟ أكيد أكيد. يعني ما رح تكون الليلة هون؟ لا بابا، اليوم عندي كتير شغل وبدي أتأخر بالليل هيك تكوني نمتي أنت. بس ما تتأخر على الحفلة. لا معقول أتأخر على الحفلة، بعدين أنا بدي أوصلك اليوم على المدرسة. يلا حبيبي، بس يصح لي بحكيكي أوكي؟ أوكي حبيبي. يلا باي. باي. يلا بابا شيري ليتس جو. يا الله شو مشتاقة اسمع صوتك. شوفي، ليش كل هالقدم تبعتي رسائل؟ شو حابة تعرفي؟ عن يزن؟ أنا لسه ما بعرف، بس أعرف بخبرك. غير هيك في شي حابة تعرفي؟ ليش هيك عم تحكيني رامي؟ أنت بتعرف إنه أنا ما بعرف ولا بدي أعرف شي، ولو سمحتي لبقى تتصلي عندي الله يرضى عليكي. عم ضايقك؟ مو بس عم تضايقيني، وعم تضايقي رفيقتي كمان. رفيقتك؟ صار عندك رفيقة؟ اي نعم، بنت اسمها ليال وبتجنن. عال مبروك، بس يكون بعلمك انه سالي مش شايلتك من راسها. قالت لي انه ناطره اول يومين فرصه حتى تنزل على بيروت، وانت اللي عزمتها. اكيد انا ما صدقتها. لا صديقه، حكت معي قلت لها يلا تعي. شو خسرانين؟ هيك هيك الاحاسيس الحقيقيه ما عاد تنفع هالايام. يظهر انه الست المحترمه والبنات صارين ما بيهمهم غير الجاه والمناصب والمصاري، وبيعشقوا الرجال اللي بيخونوهم. فقلت يا صبي شو ناقصك؟ كون هيك بلا احساس من وحده لوحده وخاين، بركي شي ست محترمه في يوم من الايام تعشقك. انتو شكلكم صايرين بتحبوا الخيانه والاهانه والغدر. انت كثير عم تجرحني رامي. اي اكيد، وهذا الشيء مقصود. بركي جرحي بخف شوي، مشان هيك جنى لبقى تتصلي فيني ابدا. انا مو جاي على بالي اجرحك اكثر من هيك. طيب اذا عرفت شي عن يزن طمني. ان شاء الله موفقه، وكمان مره مبروك. Thank you.
يا ماما مش عم بتعلق فيك. لو بتشوفي انا حاس حالي اليوم هيك على كوكب تاني او عم عيش حياة تانية. انا مش حاسة انا على كوكب تاني. أنا من بيتي للروتين للمشاكل. بتعدي؟ لكن ايه؟ كنت عم تقولي من بيتك للروتين والمشاكل. ايه انه هيك لكل شيء عم بيصير معي. لا لا رجال بياخد العقل. لا ما في شيء، بس بكره انا جاييني ضيوف من اليابان ولازم استقبلهم، فالصبح رح اكون مشغول شوي. عندك مشكله تبقي لحالك؟ اكيد لا، ما عندي مشكله، بالعكس بسلي حالي بعمل شيء كل النهار. بعرف حاسه البلد كثير حلوه. شو بيك نديم؟ بتضلك رايح جاي دوختني. انه ليش تينا بتضلها مسكره خطه؟ ويك اند مع اصحابها ما بده كل هالسريه. بتكون بمطرح ما في ارسال. المهم تكون مرتاحه ومبسوطه. انا كثير خايف على بنتي ما. كثير. دخيلك نديم حاجه تنق. انا قلبي من الحام وتلاوي. ايه حبيبي، زينة خلصت التمرين وجيت انا وياها على الكافيه عبالها تاكل جاتو. بس نخلص رح نرجع على المسرح وانت بتلاقينا هونيك مثل ما اتفقنا. اوكي طيب حبيبي، كتير منيح كتير منيح. ايه يلا، ما بدي اوصيكي، انتبهي على زينة وانتبهي على حالك. اوكي يلا، باي حبيبي، باي باي. حبيبي وينك انت وشو عم تعملي؟ ايه حبيبي، انا هلا طالعة من الاوضه، عم فكر انزل اتمشى شوي هيك حد الاوتيل، بركي بشتي تياب بعمل شيء لهي حالي شوي. ما تعتلها، معي مصاري وانا كمان. زنزون حبيبي، خبريني كيف هالتمرين؟ كتير منيح. مبسوطة؟ ايه كتير. اكيد رح تكوني احلى وحدة بالحفلة. شو بك يا حبيبي؟ هنيك كأنا تينا عم تمشي تاني ميلة. Thank you.
مع حالي ونسي الندم يا ريت ترجع دموعي تضم ونسي الألم يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا كسر قلبي مثل الأيام صابوا العمى قلبي ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته مثل الأيام أنا وأنت بقلبك محلي وجوه قلبي أنت وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك يا ريتني يا ريتني كنت بوقتها اختفي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي